هدفنا الأساسي هو تنمية القوي والإدراك للأطفال والصحة النفسية والجسدية لخروجهم من الوضع الحالي أو الأزمة الحالية. في عنا مراكز تدريبية منتشرة كتير بأحياء حمص مثل أرمان الزهرة هون مدينة البعث الرياضي. هلا مشروعنا هو قائم الأطفال الصغار هدول الموجودين بمدينة حمص من جميع الأحياء الموجودة اللي دائت شوي من هاللوعة من هالأزمة هاي. نحن عم نحاول هون طالعهم من هالأجواء شوي عصبية شوي المتشنجة، عم نقوم بالتمارين الرياضية للأطفال، اكتشاف المواهب اللي عنده أي موهبة رياضية ممكن يشجعه ونحفزه عليها. يعني الرياضة حياة، تجي بنتسلى هون، نجي مع رفقاتي، تعرف على رفقات جديدة، يعني صرت نتعلم طبق مستقبل جيد، بتصير لاعب بالنهاية يعني بتصبح مدرب بالنهاية الرياضة هي حياة، أهم شيء بالدنيا. أنا شاركت بهذا النادي وهذا النادي وصلني لهي المرحلة، وشاركت بعدة بطولات بالمشي السريع واستفدت كتير وتعلمت كيف امشي صح وجبت كذا بطولة أول وثاني، والفضل كله لمدربنا والمؤسسي.